يا الهي، حاس حالي نازل حرب بار بي جي. شو هذا؟ اليوم راح يكون الفيديو عن فلاشات الجودوكس اي دي 600 بالاربع انواع، الاي دي 600 و600 بي و600 بي ام والاي دي 600 برو. شكرا ليو كام لانهم زودوني برؤوس الاضاءه حتى اجربهم واعمل عنهم مراجعه، وهذا الفيديو برعايتهم. خلينا نبلش نحكي عن الاي دي 600. خلينا نزيح البرو شوي ونبلش بالاي دي العادي. هلا الاي دي 600 لحاله بدون اي احرف، الاي دي 600 هو عباره عن راس اضاءه مخصص للتصوير الخارجي مع اضاءه الشمس. ال 600 معناها 600 واط، وهذا جدا 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 قوي. رحنا على الحديقه بمرج الحمام جربته مع طلابي، فكانت الاعدادات على الساعه 5 بعز الشمس، كانت مبين الشمس. الايزو 100، الشتر 1 على 200 تقريبا، والفتحة 20 كانت تتوصل معانا حتى نطلع إضاءته صحيحة 100%. نبلش على السريع نفهم شو معنى الأحرف اللي موجودة. بداية جودوكس اللي هو اسم الشركة، جودوكس مش جودوكس بالألف. بغض النظر، الـ AD ويتسترو هي فئة من فئات فلاشات الجودوكس اللي هي جدا احترافية، بتكون من الـ AD 100 اللي هو الفلاش اللي قد علبة البيبسي لحد الـ AD 600 والـ 1200 اللي لسه بيجي 1200 واط. وفي الـ AD 100 و200 و300 و400 اللي هو الواط، كل ما زادت الواط كل ما زادت قوة الفلاش. هلا الـ AD 600 بدون ولا أي حرف اللي هو رأس إضاءة الجودوكس 600 واط، لكن راسيته بتركب عليها اللايت موديفايرز تاعون الجودوكس ماونت، في لها ماونت خاص فيها. هلا الاي دي 600 بي، البي معناها بونز ماونت، فالراسيه تاعته بتركب عليها اللايت موديفايرز البونز ماونت، واللي هي اكثر استخداما بالاردن، يعني السوفت بوكس الريفلكتر هاي كلها اللي بتدعم البونز ماونت، اللي بتقدر تميزها عن طريق انه بيكون في ثلاث شحطات او ثلاث مربعات بتكبسها هون وبتلف على راس الاضاءه. هذا الفرق بين الاي دي 600 والاي دي 600 بي. اوكي، 600 ما راح يفيدك كثير بالاردن، البي انت اللي بفيدك اللي بدك اياه لانه عليه البونز ماونت. هلا بالنسبه للاي دي 600 بي ام، الام اللي هو مانيوال، ما فيه تي تي ال، ما فيه اوتوماتيك، فالاثنين هم نسخه طبق الاصل عن بعض، لكن من جوا ما بدعم خاصيه التي تي ال او الاوتوماتيك اكسبوجر. وهي شرحت عنها بفيديو سابق، ممكن ترجعوا له لما حكيت عن فلاشات الجودوكس ال 520 وال 685. فمشان هيك صراحه راح اضبه في الكرتونه، لانه بس هاي الخاصيه الفرق الوحيد بين البي ام والبي. هلا طبعا في فرق بالسعر، يعني فانت اذا محتاج خاصيه الاي تي تي ال او تي تي ال يعني بغض النظر، فانت محتاج تدفع تقريبا 100 دينار زياده حتى تستخدم هاي الخاصيه. طيب هي لي انا، هل فعلا انا بحاجتها؟ هل ممكن استخدمها؟ هي الفكره بسيطه، الاي تي تي ال بتريحك وبتوفر عليك وقت من انك تفكر باعدادات الفلاش اذا بدك تقويه او بدك تضعفه. وهي المشكله تقريبا واجهناها امبارح بالحدائق، انه عبين ما قعدنا نظبط اعدادات الكاميرا ونظبط الفلاش كنا نحاول اكثر من مره عبين ما يزبط معنا الضوء 100%، لكن لو شغلنا خاصيه الاي تي تي ال كان خلص وعطانا الاضاءه الصح زي ما احنا بدنا. فهل بستاهل اني اشتري اي تي تي ال؟ الفكره انه اذا بدك تشتريه ككي لايت، الضوء الرئيسي عندك بالاستوديو، يفضل يكون اي تي تي ال، لانه راح يوفر عليك شويه وقت بالشغل، والثانيتين هاي بتاثر قدام الزبون، بدل ما تقول له استنى خليك ثابت عبين ما تظبط الاضاءه، خلص الاي تي تي ال ممكن يوفر عليك هذول الثانيتين ويريح الزبون معك في الاستوديو، او حتى مش بالاستوديو، بالتصوير الخارجي. يعني لحد هسه صراحه مش مستوعب قوته لهذا الفلاش كمان بعز الشمس كيف كنا نصور فيه. هلا نيجي للمقارنه الحقيقيه بين الاي دي 600 بي والاي دي 600 برو. شو الفروقات بينهم؟ وهل البرو افضل او لا؟ نيجي للمقارنه الفعليه بين الجودوكس اي دي بي والجودوكس اي دي برو. هل في فرقين مهمات جدا تعرفهم حتى تشوف انه هل انت محتاج البرو او لا. فالفرق الاول وبدك تنتبه له كمصور محترف، اللي هو شيء اسمه ريسايكلينج تايم، يعني لما تيجي تستخدم الفلاش على اقصى طاقه له قد ايه باخذ وقت عبين ما يرجع يعبي وتقدر تستخدمه كمان مره. فانا هلا حاطهم على اقصى طاقه لهم الاثنين، واحد على واحد بيكون مكتوب على نفس الفلاش، واحد على واحد يعني فول باور. وهلا بدي اعمل تيست، هيني بدي اجربهم بنفس الوقت، اضرب فلاش بنفس الوقت. 3 2 1، هذا صار جاهز. هلا هذا صار جاهز، ففي فرق تقريبا، هذا بيكون خلال ثانيه واحده فول باور جاهز، هذا بده تقريبا ثانيتين ونص. فهي بتفرق معك انه انا هون بقدر اصور هاي الوحده، بقدر اخذ الصوره اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. هذا البرو الاي دي 600 بي، بدي اكبس، بدي استنى شوي، بدي استنى شوي، وهكذا. فالريسايكلينج تايم على البرو اسرع
لهون لحد حتى 0.9 يعني ما بوصل الثانية، وهون لحد ثانيتين ونص، وهذا هو الفرق الأكبر بينهم الاثنين. طبعا هذا الموضوع مختلف تماما عن وضعية الملتي. الملتي اللي هو انك تضرب فلاشات ورا بعض، فوضعية الملتي عادي على الاثنين ممتازة، بتكبس مود بتظل تكبس ورا بعض بيشتغل، لأنه بيضاعف قوة الفلاش، فباخذ لك صور ورا بعض لما تحط الكاميرا على الكونتينيوس شوتينج، انه باخذ صور متتالية. نفس الشيء البرو بتقدر تحط على وضعية الملتي وتخليه يضرب فلاشات مستمرة. هلا نيجي للفرق الثاني بين الاثنين، واللي هو كمان راح يبين قدام عينك اشي بنسميه موديلينج لايت. واحدة من مشاكلنا احنا كمصورين لما نستخدم الفلاشات، انه لما بدي اجي اصور مثلا بدي احط الضوء علي هيك، انا مش قادر اشوف شكل الظلال على وجهي غير بعد ما اخذ الصورة، تمام؟ وهي مشكلة. يعني تخيل اخذت الصورة مش عاجبني الظل، بدي ارجع غير الضوء. ففي حل بعمله عادة رؤوس الاضاءة الكبيرة، انك تقدر تضوي ضوء اللي هو منظر بسموه موديلينج لايت. الموديلينج لايت هذا بقدر انا اضويه علي، فبقدر يعطيني نتيجة دقيقة 100%، هيك راح يطلع شكل الظل على وجهي لو ضربت فلاش. فانا لو عملت تست هسه بس راح اغمض عيوني، خلص انا بعرف كيف شكل الظلال راح يطلع على وجهي. هلا الموديلينج لامب اللي في البرو 38 واط، اكثر 4 مرات تقريبا من الموديلينج لامب اللي بيجي بالاي دي 600 بي، هذا تقريبا 10 واط. فممكن تفرق معاك كمان بالشغل من ناحيه الموديلينج، انه انت بتقدر تشوف الضوء اوضح الموديلينج قبل ما انت تصور. فهيك انا بعرف انه مثلا لما يكون 38 واط، حتى انا هذا مشغل على بطاريه، مبين شكل الظلال على وجهي تقريبا، فخلص صرت عارف. ال10 واط ممكن يكون اضعف، فهاي بتفرق معك شوي بالشغل. الشغلة الثانية انه الـ AD600 Pro بيعطيك لحد 350 ضربة فلاش كامل، انك بدك تحطه فول باور واحد على واحد، تقدر تستخدمه على بطارية واحدة مشحونة فول لحد 350 ضربة. الـ AD600B لحد 500، البي والبي ام لحد 500. هلا صراحة بكل احوال يعني مبارح صورنا، كان يعني صورنا وكثير ناس واخذنا اكثر من صورة لنفس الشخص، ما وصلنا لحد 100 ضربة 200 ضربة، بس انه هذا يعني هاي فرق لازم تعرفون، اللي هو انه 350 ضربة كاملة على الـ AD600 Pro و500 ضربة على الـ AD600B و BM. هلا غير هيك البرو انت بتقدر تتحكم بقوة الموديلنج لامب، فبتقدر تضعفه، يمكن يبين عندكم على الكاميرا، بتقدر تضعفه وبتقدر تقويه من 10% لحد 100%، فانت بتقدر تتحكم بقوة الموديلنج لامب على البرو. صراحة بس هاي هي الفروقات اللي بين الاثنين. فالبرو ممكن نحكي انه بفيدك الموديلنج لامب اكثر بكثير من الـ AD600B والـ BM. هلا بالنسبة لرؤوس الإضاءة الـ AD Widstro كاملة، الـ 100 والـ 200 والـ 600 والـ 1200 كلها تدعم نظام التحكم عن بعد بتريجراتها الـ Godox X، منها الـ X Pro والـ X1 والـ X2. الـ X1 وقف تصنيعه فهلا الـ X2 نزل. فأنت إذا عندك تريجر الـ Godox X، كل فئة الـ AD من الـ Godox Widstro تشبك على هاي التريجرات. طبعا بقدر أتحكم بكل شيء على رأس الإضاءة عن طريق التريجر، فبقدر اتحكم بقوته، اضعفه الى اخره، بقدر اتست، خليني بس اضب الضوء عن عيني، بقدر اقول له تست ويشبك عليه ويضرب الى اخره، وبشبك هذا التريجر على الكاميرا وبريح راسي. هلا في شغله مهمه نسيت احكيها صحيح، شو الاشياء اللي موجوده جوا الكرتونه؟ بالنسبه لرؤوس الاضاءه القدكس 600 كلهم بيجي بالكرتونه راس الاضاءه، وعندك الشاحن والكابل اللي بتشحن فيهم البطارية، وغير هيك بيجي فيه لمبة منفصلة انت بتقدر تركبها بكل سهولة على رأس الإضاءة، بس عليك انك انت تلاقي الفراغات تعونها تتفشها وهيك ركبت. واتوقع انه قدكس عملوا هاي الحركة، فكوا تركيب اللمبة جدا سهل انك تسحبها وتركبها بكل سهولة، لانه اذا خربت بتقدر كمان تبدلها بكل سهولة، ويوكام عندهم اللمبات الحالة موجودة، فانا اذا خربت اللمبة انكسرت انحرقت الاخري بقدر افكها وارجع اشتري واحدة ثانية واركبها، خلص ما فيش داعي اني اغير الراس كله. هلا في شغله واحده بس بتفرق، انه الاي دي 600 برو بيجي معاه ريفلكتر خاص فيه تقدر تركبه، طبعا كمان بونز ماج، هذا الريفلكتر بتقدر انت تحطه وبقدر يوجه الاضاءه على مكان معين. الاي دي 600 وال600 بي وال600 بي ام ما بيجي معهم ريفلكتر خاص فيهم، بيجي بس كفر حمايه على راس الاضاءه. هلا زي ما حكينا راس الاضاءه هذا مخصص للتصوير الخارجي للاوت دور فوتوغرافي، فانت اذا بتطلع جلسات تصوير خارجي احترافيه ومحتاج فلاش كثير قوي، نعم بنصح فيه الاي دي 600. ال 600 واط كثير راح تريحك بالشغل، وامبارح اخذنا صور بعز الشمس مبين كانه الدنيا ليل، الفلاش طغى على قوه الشمس. وما بحكي عن الفلاش لحاله بالبير بلب، انه بس بنستخدم اللمبه لحالها مع ريفلكتر مثلا، لا كنا مركبين عليه اوكتا بوكس
مع طبقتين تنعيم. فهون احنا خففنا قوته كثير، ما هيك طلعنا الخلفيه سودا بالكامل. فاستخدمنا الاي دي 600 بي كراس اضاءه كي لايت رئيسي مع الاوكتو بوكس، والاي دي 600 برو كباك لايت مشان الموديلنج لايت. بدنا نشوف كيف بيطلع الباك لايت على الموديل، لانه بالنسبه للموديلنج لايت اللي موجود بالاي دي 600 بي والبي ام الضوء شوي ضعيف، ونقدر نتحكم بقوته 3 درجات. فبقدر اكبس كمان مره اقويه 50% وهيك 100%، هيك وصل ل 10 واط. بالاي دي برو بوصل ل 38 واط، يعني 4 أضعاف قوه الموديلنج لايت هون. فهون بيصفي السؤال انه هل انت محتاج البرو لشغلك او لا؟ اتوقع الموديلنج لايت هو اللي بيفرق معك اكثر اشي هناك. فهون بيصفي السؤال انت كم ميزانيتك، كم انت محتاج. فانت بتقدر تدخل على متجر يوكام تشوف كم اسعارهم وتسال حالك هل انا محتاج ادفع ميزانيه زياده مشان اخذ البرو او الاي تي تي ال، ولا خلاص ممكن يمشي معاي المانيوال. اتمنى اكون وصلت لكم فكره شامله وعامه عن الجودوكس اي دي 600. انا مبسوط جدا اني لحقت الجودوكس اي دي من اول ما طلعوا البوكت فلاش اللي هو الاي دي 200، وكيف سيطر على السوق. يعني الناس كانت تحكي انه جودوكس شركه صيني والاخره، بس ما شاء الله هلا طغوا على السوق، والمنافسين لو كان في منافس سعره اضعاف اللي موجود هون ومش بالخيارات المتيحه لنا. يعني فكره انه اذا اللمبه انحرقت اني انا بقدر افكها، طلع بسحبها خلص بكبها ببدلها بلمبه ثانيه، رهيب جدا. لانه يمكن هلا بتوقع في مصورين يمكن صافن، يا الله خرب عندي الفلاش، بدك تغير راس الاضاءه كله. وهي صارت معي بس على راس الاضاءه الفيديو اللي هو الجودوكس الاس ال 200. تخيل لو يعملوا كمان راسيه الفيديو تتبدل، يا الله. بكل الاحوال حبايبي اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. اذا عندكم اي اسئله او اي معدات حابين نعمل عنها مراجعه تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك او الانستغرام ليودت حماتي. تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. بالتوفيق حبايبي، مع السلامه.